بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا معنا في المحاضرة السابعة من كورس تعلم الـ IS. كانت أيام جميلة، احنا يعني ساعدنا بيها، ويا رب انت كمان انتوا تكونوا ساعدتوا بيها. دي هتكون المحاضرة ما قبل الأخيرة إن شاء الله. المحاضرة اللي جاية هتكون الأخيرة، بعد كده هننسق مع الشباب إزاي هيكون في إجراء امتحان، أو اللي هو التست الأخير. مش عايز أسميه امتحان، يعني هو يعني زي تقييم لمعلومات حضراتكم، يعني اللي اكتسبتوها خلال الدورة. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا يعني بكل ما نقدمه، وإن شاء الله أكيد أكيد في كورسات تانية ممكن نقدمها في المستقبل، سواء كان بالتعاون مع شباب بوصلة كفيف، أو بالتعاون مع أي جهة أخرى بتهتم بشؤون المكفوفين بشكل عام. ويا رب تكونوا يعني إيه تحصلوا على المعلومة بشكل صحيح. حبيت ان انا ابدا بالمقدمه البسيطه دي علشان احنا هنخش على كلام كبير كلام كبير كبير كبير، فركزوا معايا، لان احنا في المرات اللي فاتت لو تفتكروا الابل اي دي، وتكلمنا عن ايماءات الفويس اوفر والكتابه، حاجات كتير يعني مش عايز يعني أراجع اللي إحنا قلناه، ولكن في نقطة بقى أساسية في الآيفون، ألا وهي السيتنجز بتاعته أو الإعدادات الخاصة بالآيفون. الإعدادات دي عايزين نقول إن هي تعتبر رأس أو مخ النظام الآي أو إس، لأن تقريبا كل حاجة أنت بتقدر تتعامل بيها من جوه الاعدادات. بمعنى ايه تتعامل بيها؟ بمعنى مثلا حضرتك عاوز تظبط حاجه معينه في الواي فاي، في البلوتوث، في الابل اي دي نفسه، مش عارف، وهكذا. ده كله بيتم تطبيق الاعدادات، اللي هو كبير جدا. طبعا هو صعب ان احنا نشرحه بشكل كامل، ولكن هناخد فكره عامه عن كل حاجه كده سريعا سريعا. النهارده انا ويوسف، يا رب تستمتعوا معانا. بعيد عن الكلام النظري الكتير، خلينا نروح نشوف تطبيق الاعدادات بيقدم لنا ايه. خليكم معايا ثانيه واحده عشان نعلي الصوت والدنيا تكون لذيذه. طيب احنا كده هنخش على تطبيق الاعدادات مباشره. الرسائل رساله الصفحه واحد الاعدادات الاعدادات. الإعدادات طبعا يعني تطبيق أساسي، ما تمسحوش من الشاشة الرئيسية خالص، لأن هو طبعا زي ما قلت مخ الجهاز أو أساس الجهاز. فإحنا بندخل كده، أول ما بندخل الإعدادات عام زر الرجوع تمام، اعتبروا كده إحنا كده أهوت كأننا داخلين لأول مرة أهو. الإعدادات زر الرجوع تمام الإعدادات زر الرجوع أهو. الإعدادات 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 بحث حقل البحث. أول ما بتفتح الإعدادات لأول مرة، تمام، أول ما بتفتح الإعدادات على طول بتلاقي في أولها حاجة اسمها البحث. خلاص مباشرة حضرتك لو ضغطت هنا مرتين، حقل البحث حقل تمام، البحث شارة تحرير هتلاقي بحث نمط الحرب إدخال النقطة في البداية. هيقول لك بقى الكلام اللي هو عمال يقوله ده، سيبك منه واكتب أي إعداد أنت بتدور عليه. يعني انت مثلا عاوز بتبحث عن الفويس اوفر، طبعا هو دلوقتي سامعيننا يا جماعة؟ أيوة يوسف صوتك واضح. طب تمام، نكمل بقى مع أستاذ أحمد يجي. تمام، احنا كنا بنتكلم في قسم الإعدادات. في أول اختيار عندنا لما نيجي نفتح الإعدادات ألا وهو البحث. لما بنيجي نفتح البحث، لو احنا عايزين نوصل بسرعة لإعداد معين، فاحنا من طريق البحث بنكتب اسم الإعداد ده، فبنقدر نوصل له بكل سهولة. مثلا تعالوا نكتب التعليق الصوتي، أو نكتب
يكفي بس ان احنا نكتب كلمة التعليق، هيطلع لنا من ضمن القائمة كلمة التعليق الصوتي او اللي هي اعدادات الفويس اوفر، او حتى ممكن نكتب نص الكلمة بس. الاسهام، الاوامر، تسهيلات لاستخدام سهم اليسار التعليق الصوتي. زي ما انتم ملاحظين بدأ يجيب لي بقى اعدادات من جوه التعليق الصوتي نفسه، ولو سحبت كمان هيجيب لي القائمة الأساسية بتاعة التعليق الصوتي أو إعدادات الفويس أوفر. التعليق، إلغاء التعليق الصوتي، تسهيلات لاستخدام سهم اليسار التعليق الصوتي. ولما أضغط عليه هيبدأ يفتح لي قائمة الإعدادات دي، لو ضغطنا كده هيفتح لي إعدادات الفويس أوفر تسهيلات لاستخدام أو التعليق الصوتي بالشكل ده. فده بالنسبة لأول حاجة حقل البحث، عندنا خالص حقل في البحث. الإعدادات، ألا وهو حقل البحث. إزاي نقدر نبحث فيه؟ انت بس يكفي عليك ان انت تكتب اسم الاعدادات، اسم الاعداد اللي انت بتبحث عنه او حتى جزء منه، مش شرط اسم الاعداد نفسه. عندنا بعدها الوسائط والمشتريات سري. قسم الابل اي دي، ده هياخد مكان المفروض الاستاذ احمد يشرحه، بس واضح ان هو عنده مشاكل في النت شويه، فهنشرحه كده بشكل سريع اما يرجع. تحرير ماشي، قسم الابل اي دي الاعدادات سري. عندنا في بدايه الابل اي دي، اول ما نضغط عليه تحرير هيبدأ يظهر لك الابل اي دي بتاعك، ولو انت عايز تعدل الصورة تقدر تعدلها من هنا، تضغط على كلمة تحرير، تقدر تضيف صورة او ان تنبيه انت أخذ صورة سري. تاخد صورة، اختيار استعراض سري. او ان انت تعرض الصورة بتاعتك اللي انت ضايفها للابل اي دي. إلغاء إلغاء سري. طبعا هي حاجة تعتبر مش مهمة الإعدادات موضوع سري الرجوع الصورة، Apple ID لكن Cafe ممكن انت برضو تعمله من هنا. يوسف سالم Joe underscore يوسف سالم طبعا بعت لك اسم صاحب الحساب اللي انت بتكون كتبته، Joe underscore manager وطبعا الابل اي دي بتاعك او الايميل، الاسم وارقام الهواتف والبريد الالكتروني سري. وبيظهر عندنا اول اختيار في اعدادات الابل اي دي، الا هو الاسم والارقام الهواتف والبريد الالكتروني. عن طريق الاختيار ده انت لو ضغطت عليه الاسم وارقام الهواتف الاسم عنوان تقدر من هنا تعمل تحرير للاسم بتاعك بتاع الابل اي دي. لو انت مثلا عايز تغير الاسم، كنت كتبته الاسم بالغلط، عايز مثلا تزود جزء معين او اي حاجة من الحاجات دي، تقدر تعملها من هنا. يوسف محمد سالم سري. تمام، ده الاسم بتاعي، اقدر ان انا يمكن الوصول يوسف الاسم 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 يوسف اضغط محمد عليه، سالم يوسف محمد سالم لو طبعا، سر الرجوع واقدر اعدله بالشكل الاسم ده، تم الاسم الاول اقدر امسح الاسم حقل النص واكتب اللي انا عايزه، وبعد كده اضغط على تم معتم تم سري ويتم حفظ التغيرات. الاسم سر الرجوع سر الرجوع شو اندرسكور مانج تحرير سر يمكن الوصول لمن خلال هنا بيقول لك يمكن الوصول من خلال هنا، ده بيعرض لك كل الارقام اللي انت بتكون ضايفها للابل اي دي بتاعك، وكمان حسابات البريد. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في حاجتين. اول حاجه الحساب الاساسي اللي هو بيكون في بدايه القائمه خالص، ده اللي انت من خلاله بيبقى هو الابل اي دي بتاعك، وتقدر تسجل دخول للابل اي دي في اي وقت عن طريق الايميل اللي هو بيكون حاططه لك. طبعا انت لو عايز تغير الايميل فبتحذف الايميل الاساسي بان انت تضغط هنا على تحرير وتقف عليه، هتعمل حذف. يجب اختيار عنوان اخر لاستخدامه ابل اي دي خاص بك. بيقول لك ان انت لازم تختار ايميل ثاني يبقى هو البديل بتاع الابل اي دي ده، بحيث ان انت مثلا لو فقدت الوصول للابل اي دي ده او الايميل ده، تقدر تضيف ايميل ثاني، الايميل الثاني ده اللي يبقى انت من خلاله تقدر توصل للابل اي دي بتاعك، سواء ان انت تحمل تطبيقات او يبقى البيانات اللي انت حافظها على الابل اي دي. يجب اختيار عنوان بريد الكتروني جديد لاستخدامه ابل اي دي خاص بك قبل رساله Joe underscore Mohamed 2005 تمام. انا بيقول لي لازم تختار واحد او ان انت تضيف لو ما كنتش ضايف، متابعه تقدر تعمل متابعه وتضيف واحد جديد او يعرض عليك القائمه اللي انت بتكون ضايفها. الغاء انا اعمل الغاء. بلس Joe underscore Mohamed برضه حاجه تانية هيفيدك الجزء ده منه، ان انت لو كنت بتستخدم الاي مسج والفيس تايم، الخدمات اللي ابل بتوفرها عشان تتصل بالمستخدمين الايفون، سواء بقى كان عن طريق الفيس تايم اللي بيكون مكالمات صور وفيديوهات، او عفوا صوت وفيديو، او ان انت تستخدم الاي مسج اللي بيكون حاجه شبيهه بالواتساب، بيكون فيها رسائل صوتيه، رسائل نصيه، رسائل صوتيه، وغيرها بقى من انواع الرسائل دي. بقى لو حد مثلا معاه البريد الالكتروني بتاعك ومش معاه رقمك، انت تقدر من هنا تحدد هل يقدر يتصل بيك عن طريق الايميل، مثلا هو يكون معاه الايميل بس بتاعك ويقدر يبعت لك رساله اي مسج، او يتصل عليك عن طريق الفيس تايم، ولا بس تخليه عن طريق رقم الهاتف وغيره. تمام. ولو كملنا إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف، هنا بيقول لك إن أنت لو عايز تضيف حاجة تقدر تضيفها من الأيقونة دي، تختار إضافة رقم هاتف أو إضافة بريد إلكتروني. يمكن استخدام أرقام الهاتف وعناوين وهنا البريد بيشرح لك الإلكتروني للوصول إليك من خلال
iMessage وفي ستايم و Game Center والمزيد. تمام. تاريخ الميلاد 7 شهور هنا تاريخ الميلاد اللي انت بتقدر تعدله لو انت بتنشئ الابل اي دي لاول مره، لو كنت كتبته بالغلط تقدر تعدله من هنا. الاشتراكات عنوان. تمام. هنا الاشتراكات يقصد بيها الحاجات اللي انت بتشترك فيها بابل، اللي هي من خلالها بيقدر يبعتوا لك رسائل على البريد، يعرفوك مثلا لو كانوا عندهم عرض على خدمه معينه او غيره. الاعلانات سر التبديل تشغيل. تمام. دي اللي هي بتبقى رسائل يعني من ابل تقدر توقفها او تشغلها. يمكنك تلقي رسائل بريد الكتروني ومراسلات من التطبيقات والموسيقى والتلفاز سر التبديل تشغيل. تمام. هو جايب لك بقى، هي مقسمها لك اختيارات، عندك مثلا اللي هي الاعلانات اللي هم لو اعلنوا عن جهاز جديد يوصل لك اشعار بيه، لو مثلا على تطبيق البريد، لو مثلا نزلوا حاجه جديده على تطبيق التلفزيون او الابل تي في، خدمه الابل تي في يوصل لك بيها برضو بريد على تطبيق البريد وغيرها بقى. فده بالنسبه لاول قسم معانا في اعدادات الابل اي دي، الا وهو الاسم وارقام الهواتف. تمام. يوسف حد عنده اي بشكرك استفسار؟ جدا حبيبي، معلش على سامعني؟ منور منور. معلش والله، هو ممكن صوتي ايوه بيوصل سامعينك. متأخر، بس يعني ايه، النت انا ادوني بس دقيقتين هكون معاكم من خلال الايفون فقط، فانت هتتابع معايا الكلام اللي انا هقوله تمام. هتطبقه انت، معلش يا يوسف، لان انا عندي النت في البيت اوكي باين اوكي عليه زعلان شوية. انا هعمل ميوت تمام. دلوقتي من اللابتوب وافتح الزوم طب عما انت من ترجع، الايفون. عما انت ترجع او تفتح الايفون هنشوف الاسئله عن الجزء ده. طيب ممتاز. اوكي استاذ يوسف يعطيك العافيه. اي الله يعافيك يا ضحى. انا كان سؤالي بس الايميل اللي بنقدر نحطه، يعني هو بيسوى جيميل، هوت ميل، اي ايميل، وفينا نكون مستخدمينه اي بمطرح ايميل؟ ثاني. لا، ما يعني تقدر تستخدمه عن جيميل، هوت ميل، اوتلوك، اي ايميل، بشرط ان هو ما يكونش مستخدم في حساب ابل اي دي تاني، هي دي الفكرة بس. شكرا. عارف. والتحقق بخطوتين من هون من فعله من قلب هذه الإعدادات. لا لا، دي لسه هنوصل لها، بس لا مش من هنا. حد عنده اي استفسار؟ السلام عليكم. وعليكم العفو. السلام. معلش، هو أنا دخلت متأخر شوية، فكان مستر أحمد بيتكلم عن حاجة تقريبا بخصوص إن هو ده المفروض آخر لقاء، وبيقول إن باقي لقاء كمان. اللي قبل الأخير. أيوه. تمام شكرا. طيب أنا معاكم كده. أيوه في كمل أسئلة. بقى من بعد الاسم وأرقام الهواتف. احنا دخلنا على الأبل أي دي واتكلمنا كده بشكل عام، من بعد بقى الأرقام والهواتف تقدر طيب تنطلق. خليك معايا بقى، أنا يعني نتكلم عليهم. حالا كلمة السر والأمن سري من أول هنا. الاسم وألقب كلمة. ممتاز. طيب نكمل يا شباب، وعذرا على اللي حصل، فالنت انتوا عارفين في مصر جميل قوي قوي، فخلينا نكمل. يوسف دخل معانا في الأيقونة الأولى اللي هي بتاعت الأبل أي دي، ودخل فيها على إيه يا يوسف؟ أول حاجة دخلت على الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني. حلو. واتكلمنا عن كل حاجة فيها، وإيه كمان؟ واتكلمنا عن كل حاجة فيها، يعني إضافة البريد وأرقام الهاتف والكلام ده. ممتاز. طيب في النقطة دي، في حاجة في الأول كده، عندك حاجة اسمها account image في الأول خالص كده، أول حاجة خالص في النقطة قبل ما الصورة ندخل. اتكلمنا عنها برضه. دي اتكلمت عنها. طب خلاص، أنت سبت لي إيه يا يوسف؟ أيوة أيوة، أنا بكلمك بقى من أول كلمات ممتاز. السر والأمن طيب بقى، موضوع ندخل بقى، ندخل بقى التحقق والكلام ده. على كلمات السر وأرقام الهاتف كلمة السر دي. والأمن سري ممتاز. كلمة السر أيوه والأمن ممتاز. هندخل جواها، كلمة السر سري لما بندخل جواها أو نضغط عليها لأول مرة بياخد يعني سيكة كده على ما يحمل أو يفتح. تمام. فبنصبر عليه. المهم لما بندخل جواها بنلاقي حاجات مهمة لأبعد الحدود، يعني دي أهم حاجة ممكن حضرتك تتعامل معاها في الأبل أي دي بشكل كبير. ليه؟ لأن حضرتك لما تمشي جواها هتلاقي إن بيجيب لك أول حاجة في مجموعة التطبيقات اللي خدت الإذن إن هي تعمل تسجيل دخول من خلال أبل.
اللي هي السر والامان. استنى تثبيت ثواني. تسجيل الدخول باستخدام عنوان هو ده بالظبط. التطبيقات التي تستخدم زر التطبيقات دلوقتي. التي تستخدم ابل اي دي. ايوه دلوقتي ابل الزمت كل الشركات ان هي لما بتيجي حضرتك تعمل ساين اب او ساين ان حتى في اي تطبيق بيحتاج اكاونت او بيحتاج حساب، يعني ألزمتها إن يكون من ضمن الحاجات زي مثلا ما بتلاقي جوجل، زي ما بتلاقي فيسبوك، زي ما بتلاقي مش عارف إيه، بتلاقي من ضمن الاختيارات أبل. وأنا دائما بقول إن لما تيجي تختار أبل، لما تيجي تختار حاجة من دول اختار أبل، لأن هي بتكون أكثر أمانا، وإن هي بتخفي الإيميل الشخصي بتاع حضرتك عن المعلنين وعن المستهدفين بالقرصنة و فهي بتديهم زي ايميل وهمي كده، بس هو اللي ظاهر لحضرتك الايميلك اللي ظاهر لحضرتك انت الايميل الرسمي بتاعك بس. تمام. طيب احنا لو دخلنا عليها، لو دخلنا على النقطة اللي يوسف واقف عندها اللي هي التطبيقات التي تستخدم ابل اي دي، هنلاقي التطبيقات التي كل تستخدم هنلاقي كل التطبيقات اللي يوسف داخل بيها بالابل اي دي. تمام. مش هنخوض فيها عشان ما نشوفش هو بيعمل ايه الاكونتات بتاعته. تمام. ولكن يعني مثلا صح ماشي مش هنقول مثلا، مش عايز اقول لكم ان تعالى دلوقتي نختار تقريبا تطبيق عشوائي بس مثلا تيك توك هتلاقيها عند يوسف مثلا، اختار كده ممكن ما اي واحد يلا مش مشكلة اول برنامج ظهر عندي اي حاجة يعني. تمام بيظهر عندنا اسم التطبيق والشركة اللي مصنعة التطبيق ده واللي رفعها الاب ستور بعد كده بيظهر عندنا سياسة الخصوصية سياسة الخصوصية بتاعة التطبيق ده لو عايزين نقرأها ان محدش بيقراها تقريبا يعني كلنا. لقد انشأت حسابي باستخدام هذا التطبيق بتاريخ 21 فبراير 2022 وشاركت اسمك واستخدمت خاصية اخفاء بريد الالكتروني. حلو. تمام الكلمة دي الكلام ده معناه ان هو انت اخفيت الابل اي دي بتاعك او البريد الالكتروني بتاعك، بس اسمك بس هو المكان ده عارفه او التطبيق ده عارفه، يعني هو دلوقتي عارف ان ده اللي بيستخدمه اسمه يوسف سالم، بس ما يعرفش الابل اي دي بتاعه ولا الايميل الرسمي ولا اي حاجة. تمام. طيب نكمل، اخرج من هنا يوسف بعد اذنك. تمام اخر خالص سر الرجوع بلس 2 تحت تمام هاتف يتم استخدام يمكن استخدام المصادفة ذات العاملين يمكن أيه. استخدام المصادقة ذات العاملين تعمل. حلو. المصادقة ذات العاملين ديت اللي هي طبقة أمان زيادة لأن محدش يقدر يخترق يعني الأبل أي دي بتاعك ولا حتى الآيفون إلا لما يبعت لحضرتك باس، يعني زي ايه كود على رقم تليفونك، وساعتها طبعا احنا عارفين المصادقه ذات العاملين ديت موجوده في كتير كتير قوي قوي او كل تقريبا الحسابات دلوقتي سواء فيسبوك سواء جوجل والى اخره، ان هنلاقي كل حاجه بتقول لك المصادقه ذات العاملين لان هي بتحميك من الاختراق بشكل كبير. كان زمان في الابل المصادقه ذات العاملين ديت مش موجوده وكانوا بي بي بيستغنوا عنها او بياخدين حاجه بديله عنها اسمها اسئله الامان. اسئله الامان ديت كانت ممكن تنساها، ممكن كان بيختار 3 اسئله كده، حضرتك بتختار 3 اسئله عشوائيه والثلاث اسئله العشوائيه دول بتفتكر انت بقى مثلا انا اخترت اول مدينه زرتها واحسن صديق ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبتختارهم وفي الاخر بتنساهم برضو واللي بيحصل عندك مشكلة في الاكاونت. فابل وفرت علينا الكلام والتعب ده كله بالمصادقة ذات العاملين. بعد كده استحلي بس ازود بس نقطه بخصوص المصادقه ذات العاملين ان انت حتى لو كان عندك جهاز تاني من ابل سواء بقى ايفون ايباد ماك انت مش حاجه ان انت تستنى الكود اللي يوصلك على رقم التليفون، لا انت في نفس اللحظه اللي بتحاول تسجل فيها دخول هيوصلك كود او اشعار على كل اجهزتك بيقول لك انت عايز تسمح بعمليه التسجيل دي ولا لا، ولو ضغطت على السماح هيظهر لك الكود في ساعتها، انت مش مستنى مثلا ان يكون عندك شبكه والشبكه عندك ضعيفه او مثلا عندك مشكلة في رقم التليفون فأنت بيوصلك الرمز على الجهاز نفسه ما لهوش علاقة برقم الهاتف يعني. مظبوط.
وهو بي 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 زي ما يوسف قال ان هو بيعتمد على الجهاز اولا، ثانيا موضوع رقم الهدف الرقم. تمام. مظبوط. نكمل. نقطة كمان بس عايز اقولها في مصادقة ذات الامين العاملين، هي خدت مننا شوية وقت معلش، لان هي مهمة. ان انت ما لا توقف عملها، ما توقفش يعني عملها خالص. غير قابلة هي للإيقاف. هي اصلا خلاص بعد تقريبا 14 يوم من تفعيلها تقريبا، انا متذكر يعني مش عاوز اقول رقم دقيق، ولكن هي بعد فترة معينة ما بتقدرش توقفها اصلا. يعني هي لما بتشغلها بيديك فترة سماح كده لان انت توقفها، ولكن هو نصيحة طبعا بلاش نوقفها. طيب بعد كده بيقول لك رقم هاتف موثوق فيه. سمعنا كده يوسف؟ يتم استخدام أجهزتك وأرقام الهاتف الموثوق بها للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول. تمام. رقم هاتف موثوق به. هو ده اللي يقصده بالرقم الهاتف الموثوق بيه، لان حضرتك يعني ايه بتضيف له الرقم بتاعك على اساس ان هو يفعل لك التحقق بخطوتين او المصادقه ذات العاملين. وبنقدر مباشره لما بيسحب يوسف كده هنلاقي حاجه نعم. اسمها تحرير. أيوه. تحرير سري. كده هيقول لك ايه، عاوز ايه يا باشا؟ عاوز تغير الابل اي دي بتاع سوري الرقم الموبايل، اذا الرقم الموبايل القديم بتاعك حصل فيه اي مشكله ممكن هنا على طول تقول له شيل القديم وحط الجديد، وطبعا هيبعت لك رساله على الجديد علشان ياكد لك على الابل اي دي او تغيير الرقم يعني الجديد. وطبعا وطبعا لو تقدر تضيف سحبنا وقت. هنلاقي وهنلاقي الرقم كل واحد موجود عنده. تمام. يتم استخدام أرقام الهاتف الموثوق بها للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول والمساعدة في استرداد حسابك إذا نسيت كلمة السر. ممتاز تمام. ممتاز. ده برضو زي ما اتفقنا ان هو لان انت بتنسى يعني احيانا بننسى كلمة سر، فهو بيبعت لك كود يعني واضح إن سواء مثلا استخدمه برضه النت عنده مشكلة. برضه النقطة هنا ليها علاقة برضه بموضوع المصادقة ذات العاملين. تمام. لا كمل يا يوسف، كمل كمل. لا، خلاص النت كان عندك، بس واضح إنه قطع يعني. تمام. كنت بقول ان الموضوع ده يعني بيسمح لنا ان احنا لو نسينا كلمة السر بتاعتنا بيبعت لنا كود على رقم التليفون، وان احنا نقدر نغيره على طول. سواء بقى احنا خدوا بالكم يا جماعة ان الكلام ده سواء كان اي كلاود او ابل اي دي، احنا دلوقتي الموضوع موحد. في هذه الحالة الموضوع موحد ان انت بتقدر ان انت تغير سواء كان الابل اي دي او الاي كلاود بتاعك، هنا تقدر تغير لو نسيته من هنا. يعني في عندك بقى بعدها استرداد الحساب. مفاتيح الأمان سري. لا دي مش مهمة، دي لسه هتنزل يعني. فتمام. توفر مفاتيح الأمان، معرفة المزيد، استرداد الحساب، إعداد سري. استرداد الحساب ديت يعني ده اعداد جديد كانت ضايفاه ابل، ان انت مثلا ممكن تضيف صديقك او اخوك او زوجتك او ويكون عنده طبعا بيسموها ايه يا يوسف، نظام اي او مساعدة اس. ان هو يساعدك ان انت تستعيد الحساب بتاعك لو كنت نسيت كلمة السر بتاعتك وفقدت الوصول للرقم بتاعك والبريد، فتقدر تستعين بأحد الأصدقاء اللي يكون عنده جهاز من شركة أبل ان هو يساعدك ان انت تستعيد الحساب بتاعك. بالظبط. وبعد كده في حاجة اسمها مش عارف انت مفعلها ولا لأ، في حاجة اسمها جهة الاتصال الوارثة. تمام. إذا نسيت كلمة جهة الاتصال الوارثة سري. دي في حال بعد عمر طويل للكل، في حالة الوفاة، ان انت تقدر يعني اللي وراك بقى ان هم الوارث ان هم ياخدوا الحساب بتاعك ويشوفوا بياناتك ويشوفوا اسرارك بقى، وانت كنت بتكلم مين وتعمل ايه من وراهم. تمام. بعد كده الاتصال الوارثة هي شخص الحصول على رمز تحقق سري. ده يعني حاجات برضو للزياده في الامان، ان انت مثلا هتخش على ابل اي دي جديد او على جهاز جديد فيبعت لك رمز تحقق، فدي خلاص يعني تعتبر اتقالت فوق، يعني تمام. مش هنقول فيها حاجة كتير.
الحصول بعد كده على رمز تحقق لتسجيل متقدم عنوان متقدم بقى التحقق التلقائي زر التبديل تشغيل التحقق التلقائي ديت يوسف كان شارحها في احد فيديوهاته اللي هي ايه بقى اللي هي ايه بقى دي التحقق باختصار. هتكمل ولا لا؟ انا سكت. قول يا يوسف، قول يا بابا. اوكي، بالنسبه لموضوع التحقق التلقائي، التحقق التلقائي دي باختصار، احنا ساعات لما بنيجي نسجل دخول لاول مره على موقع او ننشئ حساب بيطالبنا بحاجه اسمها الكابتشا او قول قول انا بندم سامعك كمان. النت بتاعك يعني مش قادر اقول لك، مش عارف ايه، مش قادر اقول لك يعني. تمام، انت لسه اتكلمتش طبعا عن موضوع التحقق، التحقق التلقائي. التحقق التلقائي يا جماعة يعني باختصار هو لما نيجي نسجل دخول لأول مرة على أي حساب أو ننشئ حساب، الفكرة منه إن إحنا بيبقى عندنا حاجة اسمها الكابتشا أو ريكابتشا، إن هما المواقع دي بتبقى مش عايزة يكون عليها حسابات بوتات مثلا أو حسابات وهمية، فبيحطوا الإضافة دي بحيث إن أنت لما تيجي تنشئ حساب يتأكدوا إن أنت إنسان حقيقي، مش مجرد بس إن هو برنامج بيحاول ينشئ حساب أو عدد كبير من الحسابات، فبيضيفوا الخطوة دي. الخطوة دي طبعا بتبقى مزعجة لكثير مننا، إن هو بيطلب منك تحديد صور أو ساعات بيديك ملف صوتي يقول لك طلع الكلمات اللي فيه، وبتبقى شوية صعبة. ففي بعض المواقع بدأت دلوقتي تعتمد على شركة أبل إن أنت لما تيجي تسجل دخول هو مش مستنيك إن أنت تعمل تحقق أو إن أنت تحدد الصور أو الكلام ده، أبل بتأكد لهم إن أنت إنسان حقيقي يعني، بحيث ان انت لما تيجي تنشئ الحساب ما يطلبكش خطوة التحقق دي. فالافضل طبعا ان احنا نفعلها، وهي بتبقى جاية متفعلة بشكل افتراضي يعني. طيب يوسف انت سامعني؟ ايوه حاليا سامعك. طيب انا يعني مش عارف في ايه المشكله والله النهارده. طيب هو معلش انت شرحت نقطه في نقطه تانية، هي التحقق التلقائي اللي احنا بنتكلم عنها ديت اللي هي بتاعه الباس كي، خد بالك. لا 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 انما ما اصل خد بالك هي يا جدع، بقى بعدها الكبشه اهي. يمكنك تجاوز ما هو كاتب لك تعليق بقى عنها بيشرح لك الميزة دي. الباسكي كمان لا، الباسكي دي لسه بقى احنا موضوعها هنتخانق قدام قدام. الناس. طيب ده يا جماعه ده ببساطه، ده ببساطه النقطه بتاعت اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي بتاعت الكلمات السر والامان. تمام. طيب بعدها ايه؟ خمسه الاشتراكات، الدفع وشحن، كلمه السر، الدفع وشحن، الدفع والشحن. الهاتف المحمول، الدفع والشحن دي مش مهمه قوي. تمام. لان هي يعني دي ما بنستعملهاش تقريبا الا لو هنشتري حاجه او كده، فديت يعني مثلا هتخش عليها وتقول مثلا انا عاوز اضيف الفيزا بتاعتي علشان اشتري تطبيق فلاني او فدي لها يعني لها تفصيلات كتير مش هندخل فيها بشكل واسع. تمام. تمام بعد نكمل. كده الاشتراكات سري، نفس الفكرة. الاشتراكات الاشتراكات بقى ديت الحاجات اللي حضرتك بتشترك فيها، زي مثلا زمان كنا نشترك مثلا في الانفيجن شهريا، كنا نشترك مثلا في الكاش ريدر مش عارف كل قد ايه وهكذا. تمام. سنويا. فكنا نلاقي سنويا، فكنا كنا نخش مثلا على الاشتراكات ديت ونلاقي التطبيقات اللي انا اشتركت فيها فعليا، ويا اما اقول له كنسل للاشتراك او ان انا مثلا اشوف ان هو الاشتراك هينتهي امتى، او يعني ادارة الاشتراكات بشكل عام. تمام. تمام. فانا طبعا الاشتراكات عندي وعند يوسف ما فيهاش حاجه، فمش هنكمل فيها. بعد كده هنلاقي بقى اي الضخم كلاود بتاعنا الاي كلاود. المستخدم لما ثلاثة بندخل جوه من خمسة الصور 49% سبعة حلو. ثلاثة ثلاثة الصور تشغيل زري. طيب ثواني يا يوسف، تمام. دلوقتي لما بدخل لأول مرة على الاي كلاود هتلاقي رقم بيقولوا ليك، الرقم ده متغير مني من لحضرتك ليوسف لكذا، الرقم ده مش ثابت. ليه مش ثابت؟ لأن بياناتي غير بيانات حضرتك، بيانات يوسف غير بياناتي وهكذا. تمام. فالرقم ده بي 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 بيدل على حاجتين، على أولا على البيانات اللي هو بيعمل مزامنة
بين الايفون وما بين الاي كلاود، زي ما اتفقنا احنا في البدايه خالص ان الاي كلاود ده خاص ببياناتي الشخصيه او النسخ الاحتياطيه بتاعتي، البيانات الشخصيه سواء كانت مثلا صور، سواء جهات اتصال، فيديوهات، مش عارف ايه، الكلام ده كله الاي كلاود هو المسؤول عنه ان هو يحتفظ بيه في حال ان حضرتك قلت له احتفظ بيه، في حال ان انت قلت له احتفظ بيه، احفظوا الكلمه دي جدا. تمام؟ ليه؟ ليه انا بقول كده؟ لان احنا لو مشينا كده بعدها هنلاقي إدارة حاجه مساحة تخزين اسمها الحساب زري. اداره، ايوه الاداره دي لو دخلنا عليها هنلاقي ايه التطبيقات اللي اصلا هو بترفع على الاكلاود. تمام؟ هنخش جواها مثلا، لا مش هندخل جواها طبعا لان الاختيار هي إدارة مساحة معلومات. تخزين ماشي مش مشكله. تمام؟ الله. لو هنلاقي جواها مجموعه تطبيقات كتير جدا، منها اللي يوسف موقفها، وفي منها اللي مشغلها، وفي هنلاقي حاجات كتير جدا، وكل واحده واخده مساحه مثلا بالميجا، وكل واحده مثلا واخده مساحه بالجيجا، واحده مساحه بالكيلو، وهكذا. فكل الحاجات دي بنحاول ان يعني ان احنا نقللها. لو انا المساحه التخزين بتاعت الاي كلاود اللي هي الخمسة جيجا اللي بيوفرها لي الاي كلاود بس، بقللها على قد ما اقدر، بحيث ان انا الخمسة جيجا دول يكفوني في عملية النسخ الاحتياطي مثلا في المستقبل، مثلا ان انا عاوز ارفع صور عندي. تمام؟ وعايزها تكون موجودة عندي مباشرة دائما يعني. تمام؟ ورينا بس شوية تطبيقات كده هنلاقيها كلها مثلا معمول لها اون يا يوسف. لا يا الفكرة في الإدارة اللي أنت بتحذف الملفات اللي بتكون لا هي حاططها. معمول لها اون وممكن تحذفها، ما انت لو هنا عملت مظبوط. لها اوف، لو عملت لها اوف هنا خلاص هتمسح الملفات او تمسح ان هو يكون التطبيقات اللي هو عمل لها سينك او مزامنة. تمام؟ يعني هي معمول لها اون، لو عملت لها اوف خلاص. تمام؟ شايفة هاي، شايفة هاي الشغل صح؟ طيب ممكن بس المايك يا جماعة، ممكن المايك. آه تمام؟ ارجع يوسف من هنا. تمام. زر الرجوع. إدارة التطبيقات التي تستخدم. عنوان. هنا بقى هنخش بقى على التطبيقات اللي بتستخدم الاي كلاود. تمام؟ اللي هي الصور طبعا بتاعت الايفون نفسها، يعني ده تطبيق الصور بتاع الايفون. تمام؟ هو معمول له تشغيل. تشغيل. زري. تمام؟ اي كلاود درايف. بعد كده تشغيل. زري. هنلاقي حاجة اسمها اي كلاود درايف. تمام؟ الاي كلاود درايف ده زي الجوجل درايف بالظبط، بس هو بياخد نفس الخمسة جيجا بتاعتنا. تمام؟ بعد كده بريد اي كلاود اعداد زري. بريد اي كلاود ده بيكون بريد اضافي مساعد، يعني سواء فعلته او ما فعلتوش مش مهم يعني قوي. تمام؟ كمل يا يوسف. كلمات السر وسلسلة المفاتيح تشغيل زري. دي غاية في الأهمية جدا جدا جدا. كلمات السر وسلسلة المفاتيح دي، أو كلمات السر وسلسلة المفاتيح دي اعتبروها يعني زي ما بيقولوا إيه، الخزنة بتاعتكم. يعني حط أي كلمات سر واحتفظ بيها على الآي كلاود، وإن شاء الله هترجع لك على طول. للناس اللي بينسوا كلمات السر بتاعتهم واللي بيكتبوها في ورق خارجي ومش عارف إيه والكلام ده كله، انسى الكلام ده كله. الحتة دي تخليك خلاص أنا بحتفظ على بكلمات السر بتاعتي مباشرة، طالما هي معمول لها أون هتعمل مزامنة، بمجرد ما حضرتك تضيف أي باسورد جديد أو كلمة سر جديدة خلاص هي هتعمل لها مزامنة على الآي كلاود وتحتفظ بيها على طول، حتى بعد تغييرها هتتغير في الآي كلاود أو في الكي تشين أو في اللي هي كلمات سلسلة السر، المفاتيح. سلسلة المفاتيح. تمام؟ فنكمل. إخبار الكل زري. هنا بقى هيقول لي على التطبيقات اللي عندي على الايفون كلها، ويوريني ايه المفتوح منها بيسمح بان هو يعمل مزامنه، وايه اللي ما بيسمحش بيه ان هو يعمل مزامنه. يعني الحاجات اللي هتكون قلنا طبعا هتكون بتعمل مزامنه، واللي اوف ما بتعملش مزامنه. تمام؟ مزامنه بمعنى ايه؟ ان هو بياخد البيانات او الحاجات اللي بتاعت التطبيقات ويرفعها على الاي كلاود. تمام؟ كمل كده، افتحها يوسف بعد اذنك. نسخ اظهار الكل. اظهار الكل. اداره كيفيه جهات الاتصال تشغيل. يعني بس تشغيل.
انا بس عاوز اوريكم ايه هي التطبيقات، يعني حتى بياخد كل التطبيقات اللي عند حضرتك على الايفون تقريبا، يعني من تطبيقات النظام وغيره وغيره. تمام، نرجع منها. كلمات السر وسر اضمار الكله زر النسخ الاحتياطي للجهاز عنوان. هنا بقى النسخ الاحتياطي للجهاز، دي برضو زي ما قلت لحضراتكم على الكيتشين او اللي هي سلسلة المفاتيح ان هي مهمة، دي برضو مهمة، ولكن دي مهمة في حالتين. الحالة الاولى ان حضرتك لو خليتها تشغيل على طول الوقت، ان هو كل شوية هيعمل لك نسخة احتياطية في حال ان هو مثلا جهازك اتصل بالطاقة وان هو يكون متصل بالواي فاي، فمباشرة هيعمل لك نسخة احتياطية من بياناتك تلقائيا تلقائيا. تمام، او ان حضرتك يعني عارف ان انت هتفرمت التليفون وهتبيعه مثلا، تمام، فهتضطر ان انت تعمل نسخة احتياطية لان عاوز ترجع لك بياناتك زي ما كانت. فمن هنا برضو بتقدر تخش وتقول له ايه، ابدأ النسخة الاحتياطي. فلما تقول له ابدأ النسخ الاحتياطي، خلاص على طول هو هيبدأ يخش يشوف البيانات اللي عندك كلها ويبدأ يعمل لها نسخ احتياطي. عندي ولكن هنا أسئلة. ثانية واحدة، أنا هعمل بوز دلوقتي. ولكن هنا دي النقطة اللي لازم تكون واخد بالك منها، ان يكون الاي كلاود طبعا الواي فاي هو متصل بواي فاي، او التليفون عفوا يكون متصل بالواي فاي ومتصل بالطاقة، أو يعني متصل بالشحن. تمام؟ النسخ الاحتياطي على إيقاف زري. تمام، إحنا عاملينها إيقاف أنا ويوسف أهو، تمام، على أساس إن أنا لما أحب أعمل نسخة احتياطي أقول له تشغيل وأنا أعملها بإيدي، ما يعمليش هو نسخة احتياطي تلقائي. نقطة في النسخة الاحتياطي دي، طالما هي تلقائي يعني عايز أقول لكم إن هي ممكن بتكون بتأثر على عمر البطارية أو على استهلاك البطارية بمعنى أدق يعني. تمام، بعد كده بنلاقي الاي كلاود بلس، دي في حال ان حضرتك ايه يعني هتشتري مساحة زيادة او كده. تمام الحصول على المزيد باستخدام ليبل زائد. تمام، وهكذا هنلاقي مثلا مساحات متفاوتة من بين 50 جيجا و2 تيرا ومش عارف ايه، وكل واحدة وعلى حسب ثمنها. تمام، وهكذا، طبعا بيكون اشتراك شهري. والاشتراك شهري. ايوه تمام، وفي بعض الاجراءات او في بعض الادوات في الاخر كده، في اخر حاجة اخفاء العنوان اخفاء بريد الالكتروني معتم فيديو الترقية الى ريت لو الحماية المتقدمة للبيانات ايقاف الوصول الى يمكنك الوصول الى بيانات على الويب تشغيل. دي يا جماعة عشان موقع الاي كلاود نفسه، في الاي كلاود نفسه في ليه ويب سايت على اي كلاود دوت كوم، بتدخل عليه وبتلاقي بياناتك عليه، تقدر ان انت من خلالها بياناتك مش كلها بقى، مثلا مش النسخ الاحتياطيه ومش عارف ايه والكلام ده، لا، جهات الاتصال، الصور، بعض الحاجات البسيطه، مش كل حاجه، ولكن يعني هو بيقول لك ان انت اسمح ان انت تقدر توصل لها من خلال الموقع، انت دي طبعا ضروريه. النقطه اللي قبل دي على طول يا يوسف اللي هي ايه؟ الحماية المتقدمة للبيانات إيقاف زري. الحماية المتقدمة للبيانات دي يعني ان هو بيدي لك طبقة امان زيادة على بياناتك دي، يعني بتبقى صعبة شوية، بتحط رقم سري قوي ومش عارف ايه وما يعرفوش غير انت وقصص كده. تمام، دي بالنسبة لنقطة الاي كلاود اللي هي غاية في الأهمية. نخرج منها كده، احنا كده لسه جوه الابل اي دي، الوسائط والمشتريات زري. هنا بقى الوسائط والمشتريات، ونقف وقفة ونشوف السؤال ونرجع تاني. مين كان عاوز يسأل؟ أنا يا أستاذ أحمد. اتفضلي أستاذة. هلا بدي أرجعكم للبس للي قبل ما ندخل في الـ purchases بالـ passwords and security. تمام، هلا في اللي هي two factor authentications، هي معمولة by default، مش by default يعني أنا عملتها on هلا،
لو ضغطت عليها دبل تاب مثلا، بحيث اني انا اوقفها مثلا، محتاج اوقفها بموقع معين بمطرح معين، كيف بقدر انسي اوقفها؟ انسي، مش هتقدر. مش هقدر اوقفها. لا لا خالص، هي زي ما قلت لحضرتك في البداية ان هو بيديكي فترة سماح ان انت تشغليها او توقفيها. بمعنى انا عملت الابل اي دي بتاعي النهاردة، بيديني فترة سماح تقريبا اسبوعين، تمام، وبعد كده خلاص شكرا، مفيش امكانية لإلغائها مرة تانية. تمام. هلا انت قلت من الافضل انه نعمله اوف، اللي هي ايه، معلش تاني. اللي هي الاوتوماتيك فيريفيكيشن، اللي هو التلقائي، اللي هو التحقق التلقائي؟ لا دي لا، تحقق. لازم، لا لازم تكون اون. اوكي تمام، شكرا. اهلا. طيب في سؤال تاني؟ العفو، اذا انشغل سلسلة المفاتيح او يعني هيجي عبارة الموجودة بالأكار. بالآي كلاود، يعني شلون إذا إحنا شغلناها؟ يعني قصدك إذا مثلا نسيت بس أتذكر الباسورد أدخله بتليفون راح يصير؟ لا هو بيحتفظ بيه. انت دلوقتي دخلتي على مثلا على ولنقل اللي بياخد باسورد الفيسبوك، خلاص، فهو مباشرة بمجرد ما حضرتك بتكوني مشغلة الكيتشين او اللي هي سلسلة المفاتيح، تمام، بيشوف ان حضرتك سجلتي بالاكاونت اللي هو مش عارف ايه كذا 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 @gmail.com، والباسورد بتاعه اللي هو كذا 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 كذا، خلاص بيحتفظ بيهم هو في موقع في الايفون، هنشوفه كمان شوية، اسمه باسوردز او كلمات السر. خلاص لو انت ناسية كلمة السر بتاعتك هتروحي تدخلي على باسوردز دي، تمام، وتقدري من هناك تعرفي الايميل اللي انت مسجلة بيه دخول وكلمة السر مباشرة، تمام، وهو الموضوع سهل جدا، ما فيهوش تعقيد يعني، تمام، فعشان كده بقول ان هي مهمة جدا جدا. أشكرك، معلومة قيمة جدا. اهلا وسهلا. في أي أسئلة ثانية يا شباب؟ يعني الوقت متاح دلوقتي، اسألوا أي سؤال علشان بس ما تقطعوش أستاذ أحمد وأستاذ يوسف في الجزء اللي جاي. في عندي سؤال. اتفضل. يا مهند، اتفضل يا مهند. تقييم اهلا إيه ده اهلا. تقييم إيه ده اللي بعد آخر محاضرة؟ يعني أنت تختبرونا شفوي يعني؟ لا ما دي بقى هنتفق بيها مع الشباب وهنبلغكم بيها على الجروب. بعدين هي لا مش هتبقى شفوي، هتكون غالبا فورم كده زي اللي احنا كنا بنبعت غالبا يعني، ان شاء الله ايه ايه ما تخافش. ماشي، شكلها تبقى فورم. هتكون فورم ان شاء الله. يلا ميوت يا مهند بعد اذنك. ها في سؤال قبل ما بعد مهند ولا نكمل؟ طيب نكمل. طيب بعد كده يا جماعة بندخل على حاجة اسمها الوسائط والمشتريات او ميديا اند بيرسونز اللي بيستخدموا جهازهم بالانجليزي. دي برضو غاية في الأهمية. هو إيه حكاية غاية في الأهمية النهاردة دي؟ لأن ده يعني زي ما اتفقنا إن الأبل أي دي ده هو عصب جهازك، هو اللي ماسك جهازك من كل اتجاه، فما ما يعني ما تستغناش عنه بسهولة، أو ما يعني ما تتعاملش معاه معاملة ضعيفة، خليك عارف كل تفصيلة فيه، لأن هو اللي هيفيدك قدام. المهم الميديا اند بيرشيزز او الوسائط والمشتريات ديت، بقدر منها ان انا اعمل تسجيل دخول، اعمل منها تسجيل خروج، اعمل منها اعدادات لكلمة السر بتاعتي. ايه اعدادات كلمة السر دي؟ خش كده يا يوسف خلينا نشوف ايه اللي فيها دي. كلمة السر زري، يلزم ادخال كلمة السر عنوان. يوسف بقى يعني ايه هيعمل لنا ميوت وبعد كده يدخل الكلمه السر ويرجع لنا على ما انا لا اقول لا كلمه لا لا، مش كده. ماشي ماشي، كمل. عادي. ايوه، مش عارض لي كلمة طيب السر، هو ده عنوان عادي. طيب اوكي. اللي هنا بقى بيقولوا ايه، ان انا عندي امكانيه ان هو وانا بنزل التطبيقات ما يطالبنيش بكلمه السر او ان هو يطالبني بيها، ولكن هيطالبني بيها بعد قد ايه؟ ده بقى انا اللي هحدده له، بس هو بيقول لك بعد 15 دقيقة.
ولكن في ده في المشتريات المجانية. يعني ايه مشتريات مجانية او البرامج المجانية بمعنى ادق؟ يعني لما تروح مثلا تنزل البرنامج، تمام، ما يقولكش اكتب لي كلمة السر، خلاص انت تقول له لا انا ايه، خلاص افتكر كلمة السر ديت، مش كل شوية اقول لك اكتب. انما في التطبيقات او المشتريات اللي هي بتدفع فيها فلوس، لا هو ما بيدكش الا ان هي يحتفظ بيها الا بعد يعني يطالبك بيها بعد 15 دقيقة. تمام، ورينا كده يوسف عشان نتكلم بكلام دقيق. تم زري عند الشراء عنوان طلب كلمة السر دائما المطالبة بعد 15 دقيقة التنزيلات ده المجانية في عنوان. ايوه، في لو ناخد بالنا ان هو في الاولانيه ان هو قال بعد 15 دقيقه، والاختيار اللي قبلها هي طلب في كلمة المدفوعه السر اقصد. دائما طلبت كلمة السر دائما بيقول لك ان هو دايما يطالبك بكلمه السر، حتى مش من بعد 15 دقيقه، لا. تمام، انما مثلا في الحاجات المجانيه ممكن يقول لك لا خلاص احتفظ بيها دائما. وريها لنا كده. التنزيلات المجانية عنوان يلزم إدخال كلمة السر معتم زر التبديل متوقف يلزم إدخال ايوه، كلمة السر معتم ما فيش زر غيرها التبديل عشان موضوع ما فيش الفيس اي دي. غيرها. ليه؟ ايوه الله ينور عليك، ما فيش غيرها لان يوسف عاملها بالفيس اي دي. خلاص انت عاملها بالفيس اي دي يا يوسف، صح؟ مظبوط. انما انا مثلا واحد من الناس لا موقفها، وهنشوف ده بوقفها ازاي والنقط دي كتير. يعني النهارده يا جماعه محاضره دسمه دسمه دسمه، فايه ما تزهقوش مننا. فلو يوسف مش مشغل الفيس اي دي او البصمه للنقطه دي، مش هيطالب اصلا بكلمه السر خالص. يا اما هيقول له دائما، يا اما مثلا برضو بعد 15 دقيقه. خلاص أو ما يطلبهاش أساسا. نخرج من كلمه السر، او ما يطلبهاش. ايوه ما يطلبهاش اصلا. تمام، اخرج يا يلزم يوسف من هنا التبع بعد اذنك. زري الوسائط والمشتريات زري الوسائط والمشتريات زري الوساطة برضو هنا لسه فيها كلام بسيط. هنا تم مثلا له انا تنبيه عندي ابل تسجيله اي دي. ايوه، هنا بقى عندك تسجيل الخروج، وعندك ايه كمان يا يوسف؟ عرض الحساب، كمادات كلمة للسر زري صح؟ دي دخلنا عليها خلاص. الحساب زري وفي عرض الحساب. عرض الحساب دي يا جماعه ان انا مثلا عاوز اغير بيانات معينه في الحساب، او عايز اشوف اعدادات معينه في الحساب بتاعي. يعني قصتها طويله، مش حابين ان احنا نخوض فيها كتير. كمل. الغاء زري في بقى في تسجيل خروج فوق، يوسف كان عدى عليها فوق، عدم وصلها كده يا يوسف؟ معلش. تسجيل الخروج زري ايوه، تسجيل الخروج دي في حال ان انا عاوز اعمل ادخل ابل اي دي. ابل اي دي مش اي كلاود، ابل اي دي مش اي كلاود تاني غير الابل اي دي اللي انا بنزل منه البرامج. تمام، بعمل هنا تسجيل خروج، وبعد كده بضغط تاني على ميديا انت بيرشيز ديت، او اللي هي الوساطة المشتريات، واكتب الابل اي دي التاني. تمام، والباسورد بتاعه، وايه خلاص يبقى كده انا دخلت سجلت دخول على الابل اي دي بتاعي. تمام، طيب نكمل بقى بعد الوسائط والمشتريات. ايه في ايه تاني يا يوسف؟ في المشاركه العائليه دي. الوسائط والمشتري تحديد الموقع الاثر خمسه الوسائط والمشتري تحديد الموقع زري. لا، في حاجه اسمها المشاركه العائليه، مش عندك؟ لا لا، مش عشان مش هفعلها. سوري، انا اللي نطيت. في اللي هي تحديد الموقع. تحديد الموقع دي اللي هي ان انت تعرف جهازك فين، او دي بقى اللي كان دايما، او هي فعلا قوه الايفون، ان هو لا قدر الله تليفونك حصل فيه مشكله، اتسرق، نسيته في مكان، او من هنا تقدر تتبع تليفونك بشكل دقيق جدا 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 عن طريق الخريطه. تمام، وبتتتبعه من خلال اي جهاز ابل تاني. يعني انت بس بتعمل تسجيل دخول مثلا بالابل اي دي بتاعك على جهاز ايفون تاني او اي جهاز ابل بشكل عام. تمام، طبعا قابل ان هو ينزل عليه مثلا الفايند ماي، او اللي هي اسمها ايه، تطبيق تحديد تحديد الموقع. الموقع. تحديد الموقع. تمام،
فمن هنا بتقدر ان انت تقول له فين جهازي فين جهازي وتوصل له. مش بس كده، مش بس كده، انت لو جهازك في البيت وضايع منك ومعاك مثلا جهاز تاني ابل، مثلا زي ابل ووتش، زي مثلا بيسموها ايه تانية، ماك، ماك، تمام، ايباد، اي ايباد، اي حاجة من الاجهزة التانية دي، بتقدر من خلالها تقول يا فايند ماي، دور لي على الجهاز الفلاني، فبيدي لك زي بيب كده او نغمة بيدور لك بيها على الجهاز ويقول لك انا هو تعال. تمام، ده ببساطة الفايند ماي، وفيها شوية اعدادات مش هنخوض فيها كتير. المشاركة بعد العائلية، كده المشاركة العائلية ديت، ان انت بتخلي ان لو عندك اطفال او كذا ان هم يقدروا يستخدموا حساب حضرتك، وبتديهم صلاحيات محددة. يعني برضو مش مهمة قوي بالنسبة لنا في الوقت الراهن. بعد كده بيجيب لك الأجهزة، ممتاز، بيجيب لك الأجهزة اللي هي حضرتك عامل عليها تسجيل دخول بالأبل آي دي بتاعك. عند يوسف معمول على الآيفون وعلى الويندوز، تمام، وأنا مثلا عندي معمول على الآيفون وعلى الأبل ووتش وعلى الويندوز بتاعي، تمام. وفي الاخر بنلاقي اخر حاجه خالص، تسجيل الخروج. تسجيل الخروج، تسجيل الخروج دي بتكون ضروريه، يعني في ضروريتها لو حضرتك هتبيع الجهاز مثلا، او ان انت هتنشئ ابل اي دي تاني خالص لواحد تاني غيرك خالص، تمام، وهيستعمل الجهاز ده مكانك، خلاص. فمباشرة بتعمل تسجيل خروج. في أثناء تسجيل خروجك هيطلبك ببعض الباسوردز، منها كلمة سر الاي كلاود، وممكن اللي هو الرقم السري بتاع الشاشة، تمام. فده لحفظ حقوقك تمام. وهيقول لك انت عاوز تحتفظ بالبيانات بتاعتك على الايفون ده ولا لا، في أثناء ان هو بيعمل تسجيل الخروج، تمام. هيقول لك البيانات دي، الجهات الاتصال، الصور، النوتس، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها، هل انت حابب ان انت تحتفظ بيها ولا امسحها وانا بعمل تسجيل خروج؟ انت بقى، انت ساعتها اللي تحدد، تمام. ده بشكل عام، ويعني بشيء يعني من التفصيل في موضوع الابل اي دي والاي كلاود، تمام. هناخد زي بوز كده، ولو في عند حد أي سؤال، ويوسف هيكمل معانا في الإعدادات الباقية، وأنا معاكم برضو إن شاء الله هنكمل مع بعض في الإعدادات. العفو، قبل يعني أول المحاضرة الأستاذ يوسف شرح شلون نغير الاسم لاسم الحساب، تمام، بس نبذة بسيطة. قول يا يوسف. بالنسبة لموضوع اسم الحساب، احنا لو وقفنا كده من بره هنلاقيه بيقول لنا اسم الحساب بتاعنا اللي هو حاليا يوسف سالم. مثلا انا كتبت الاسم بتاعي غلط او عايز احوله من الانجليزي للعربي او غيره، فبضغط على الابل اي دي اللي بيكون اول اختيار في الاعدادات، كلمة السر، الاسم وارقام الهواتف والبريد الالكتروني، وبعد كده الاسم وارقام الهواتف والبريد الالكتروني، كمل الاختيار، الاسم وارقام الهواتف، هيحمل شويه صغيرين، الاسم وارقام الهواتف، الاسم تحرير، بعد كده هلاقي الاسم بتاعي هضغط عليه زر الرجوع، وهبدا ان انا اقدر اعمل له تعديل. طبعا اي اسم انا عايز احذفه او اعدل عليه، الاسم الاول يوسف، الاسم الاول او الاسم الاول جنبه على طول، الاسم الاول لو ضغطت عليه اقدر احذف المكتوب واكتب الاسم الجديد، وبعد ما اخلص تعديلات خالص اضغط على تم، وهيتم حفظ التغيرات وهيحفظ الاسم الجديد اللي انا كتبته. شكرا اخوي. العفو. الاسم وارقام الهواتف والبريد الاعدادات. طيب اسئله تاني؟ استاذ احمد يعطيك العافيه. اهلين، تفضلي. انا بس عندي سؤال، اذا مثلا هاي الابل اي دي حدا غيري فاته وانا حبيت احمي حالي، هل تغيير مثلا الايميل او الباسورد هو حيمنعه بالمره يستخدمه او يعمل له ساين اوت مظبوط. عنده؟ وانا كيف فيني اعرف كم جهاز مسجل هاي الابل اي دي؟ زي ما
ما أنا بصراحة طلع اه عندي طلع عندي يمكن كمديئة، ما بعرف إذا قلتهم، بس حبيت أسألك عن هالموضوع. هو النقطة الأولى، بمجرد ما حضرتك بتغيري الباسورد أو الإيميل أو رقم التليفون والحاجات دي، خلاص هو الحاجات دي كلها خلاص هتمنعه إن هو يكون عارف عن تفاصيل عن الأبل أي دي بتاع حضرتك. تمام. في نقطة حضرتك يعني فكرتيني بيها، اللي هي في الآخر خالص، لما لو خدتي بالك ويوسف بيستعرض ان هو قال له الايفون والويندوز، فدول اللي انا بقدر عارف ان هنا مثلا عندي ايفون وعندي ويندوز وعندي ابل او ابل ووتش وعندي مثلا ماك وعندي ايباد وعندي، ده كله مربوط بالحساب. ان انا مثلا هشوف مثلا في ويندوز تاني كده غريب مش ده اللي انا داخل بيه، فمباشرة لو دوست على اسم الجهاز الغريب ده، خلاص مثلا ويندوز علي وانا ما عنديش حد اسمه علي اصلا، تمام، فاروح داخل عليه واقول له ريموف، خلاص ريموف، يعني هضغط على اسم الاكونت نفسه او سوري الجهاز نفسه، تمام، واقول له ريموف او ازالة، خلاص هو كده مباشرة هيتمسح من عندي ومش هيقدر يشوف بياناتي ولا يقدر يعرف عني حاجة. تمام. بس بعد سؤال استاذ احمد، طيب في مثلا افترض انا فاتحه الابل اي دي على تليفوني الاول والثاني وعلى تليفون اختي، في مثلا جهاز هو بيكون اذا بدك مثل الاونر او اللي هو اللي معه الاثوريتي يشيل التانيين والتانيين لا، يعني مسميه الرقم هو فيها اللي تشيلني؟ بيحكم ده. اوكي تمام، تمام. أي أسئلة تاني؟ طيب يوسف اعتقد ان هنكمل خلاص بقى كده تمام. مع الواي انا في فاي. سؤال، في سؤال في سؤال اللي هي اعدادات اللي هي مهند، تحديد مهند الموقع، ما تتعبنيش يا مهند. معلش، في قول يا تحديد حبيبي. اللي هي تحديد الموقع و ايه اعدادات تحديد الموقع وال اسمه ايه مالها؟ ده وال اسمه خلاص ايه ده عرفتها، قول بس عاوز تقول عنها والمشاركة ايه؟ العائلية، والمشاركة العائلية دي داخل ولا خارج الابل اي دي؟ بعد ولا بعد الابل اي لا، دي ولا جوه الاي دي؟ هي جزء لا يتجزأ من الاي كلاود يا مهند. ماشي اوكي. تمام، يعني متداخلة مع بعضهم البعض. شكرا لحضرتك. مرحبا بك. كمل يوسف. تمام. بعد ما خلصنا اعدادات الابل اي دي اللي تعتبر اعدادات كتيره جدا، بس المهم ان انت تكون عارفها، مش شرط تعدل كل حاجه فيها لان هي بتبقى مظبوطه بشكل افتراضي على اغلب الحاجات تشغيل، فلازم برضو تكون عارف الاعدادات دي بتعمل ايه عشان بس تبقى وانت بتدخل مثلا تعدل حاجه معينه تكون عارف انت عايز مثلا تعدل ايه بالظبط. عندنا بعدها على طول اعدادات قسم الاتصالات، هو مش الايفون ما بيقولكش عليه كده، لكن هي هتلاقيها عدة اختيارات ورا بعض تتكلم عن الاتصالات. عندنا اول حاجة فيها طبعا نمط الطيران متوقف. نمط الطيران، ان انت لو كنت مسافر او مش مثلا مش عايز يوصل لك حاجات من رقم تليفونك سواء بقى رسائل او مكالمات، بتفعل نمط الطيران اللي بيبقى موجود على كل الاجهزة. عندنا بعدها الواي فاي، هنا بيعرض لك كل الأجهزة أو كل أجهزة الراوتر أو الواي فاي اللي بتكون حواليك، وتقدر تدخل عليها وتعرض الشبكة اللي أنت عايزها، وتقدر تدخل كلمة السر بتاعتها عشان تقدر تشبك عليها. لو ضغطنا عليها سر التبريد تشغيل تقدر إن أنت تشغل الواي فاي وتوقفه من هنا. تمام. عندنا بعدها على طول كمل الاختيار تحرير سر زرار التحرير. زرار التحرير ده من خلاله لو انا كنت شابك باكتر من شبكه او كنت لاقط على اكتر من شبكه وعايز اعرض كلمه السر بتاعت الشبكات اللي انا كنت لاقط عليها، فمجرد ان انا اضغط على كلمه تحرير دي هيطالبني بالفيس اي دي، وبعد كده هيعرض لي كل الشبكات اللي انا كنت لاقط عليها. شبكاتي معروفه، انا بيقول لي شبكات معروفه ان دي الشبكات اللي انا كنت لاقط عليها، مثلا الشبكه دي لو ضغطت عليها أو وقفت عليها سحبت عليها بالإجراءات، هقدر إن أنا أعمل لها حذف وبعد كده سحب كمان more info أو المزيد من الخيارات، إلغاء حفظ لهذه الشبكة، أقدر أعمل لها إلغاء للحفظ إن الآيفون لو شاف في الشبكة دي تاني ما يلقطش عليها، لازم أنا أدخل كلمة السر تاني عشان يرجع يلقط عليها. الانضمام التلقائي زر التبديل تشغيل الانضمام التلقائي تقريبا نفس الفكرة، بس هنا إن أنت مش محتاج إن أنت تدخل كلمة السر،
لا انت كل عليك اللي انت لما تشوف الشبكه دي هتضغط عليها والايفون هيدخل كلمه السر ما يلقرش عليها بشكل افتراضي. كلمة السر. هنا عندنا اختيار كلمه السر اللي كنت بكلمكم عنه، اللي احنا لو ضغطنا عليه نسخ عنصر القائمة هقدر ان انا انسخ كلمه السر الخاصه بالشبكه دي او ان انا اعرضها. يساعدك نمط البيان كلمة السر 3 4 2 6 8 6 3 7 7. تمام، دي كلمة السر. عندنا بعدها على طول نمط البيانات المنخفضة زر التبديل توقف نمط البيانات المنخفضة، ده الوضع ده اللي هم عندهم باقات أو الباقة بتاعتهم بتعتبر بتخلص بسرعة يعني في نص الشهر زي أغلب الشعب المصري، فبيفعلوا الاختيار ده في الآيفون بيوقف بعض الخيارات من خلالها الآيفون هيوقف بعض الأنشطة اللي في الخلفية اللي بتكون بتستهلك من الشبكة يعني أو الباقة، مثلا هو يوقف هو يرفع الحاجات تلقائيا على الآي كلاود، يعمل تحديث تلقائي للتطبيقات وغيرها من الحاجات. يساعدك نمط البيانات المنخفضة في تقليل استخدام البيانات على آيفون سواء على الشبكة الخلوية أو شبكات واي فاي محددة تختارها. عند تشغيل نمط البيانات المنخفضة يتم إيقاف التحديثات التلقائية والمهام في الخلفية مثل مزامنة الصور مؤقتا. تمام، ده هنا بيشرح لنا ايه اللي هيحصل لما احنا نفعله. طبعا الشبكات اللي احنا عايزين نفعله عليها بنخش على الشبكة ونفعل الاختيار ده وهو اوتوماتيك بيوقف الأنشطة دي على الشبكة دي تحديدا. واقدر برضه اعمل نفس الشيء على الفور جي او 3 جي او اللي بيسموها البيانات الخلوية. عنوان واي فاي خاص زر التبديل تشغيل عنوان واي فاي خاص، ده اللي هما بيسموه الماك ادرس او عنوان الماك، ده بيكون اكتر للناس اللي هي متخصصة في الشبكات يعني او الناس اللي هي تبقى تخش على اعدادات الراوتر. ده باختصار ان انا لو عايز مثلا القط على شبكه معينه ما اعرضش الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعي. ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني دلوقتي مثلا لو دخلت على شبكه معينه لو الشخص ده عايز يعرف الماك ادرس بتاعي او ان عنوان الماك عشان مثلا يعمل لي تتبع او يعرف معلومات عن جهازي ما يقدرش، لان الايفون هيدي له عنوان وهمي اي ارقام هيحطها له بحيث ان هو بس يدخلني على الشبكه لكن ما يعرفش اي معلومات عن جهازي. عنوان Wi-Fi TE4F وهو ده العنوان الوهمي اللي هو بيديهوله اللي هو الماك ادرس. طبعا لو وقفته او لو وقفت اختيار العنوان الماك او العنوان الافتراضي او الخاص هيبدا يرد لي بقى العنوان الاصلي على الحساب. تمام، استخدام عنوان الحد من تتبع استخدام عنوان خاص يساعد على الحد من تتبع iPhone اثناء استخدام شبكه طبعا الحد من تتبع عنوان شرح الميزة. الفكرة بقى من اختيار بقى اللي بعده على طول نفس الفكرة لكن هي متعلقة بالاي بي ادرس او عنوان الاي بي، ده طبعا بيكون متغير على حسب الشبكة وعلى حسب موفر الخدمات ليك الشركة اللي انت بتكون مشترك تبعها يعني. ده بيبقى هنا عندنا اللي هو العنوان الاي بي العام، تقدر ان انت تعمله زي ما تقول ان انت تبقى عامل له اخفاء لما تيجي تخش على مواقع معينة تقدر تعمل الموضوع ده من هنا. طبعا هي بتبقى جايه تشغيل بشكل تلقائي. الحد من تتبع عنوان عنوان اي بي 4 عنوان هنا بقى عنوان الاي بي في 4 او فيرجن 4، ده اللي بيكون على الشبكه الخاصه بك او الشبكه المحليه. ده مثلا لو عايز تخش على اعدادات الراوتر وتعرف كل جهاز واخد اي بي محلي رقمه كام تقدر تعرف الموضوع ده من هنا. فده بالنسبه لموضوع الواي فاي. تمام، شبكاتي معروفه. لو رجعنا برضو تم الغاء زر الغاء تم الاختيار الشبكات، هنا هيبدأ يعرض لك الشبكات اللي هي حواليك دلوقتي وطبعا بيقول لك ان هي كانت اذا كانت شبكة سكيور او شبكة مؤمنة ليها كلمة سر ولا غير مؤمنة، وبيقول لك طبعا قوة الشبكة دي شرطتين من ثلاثة او غيره يعني. أخرى. تمام، وعندنا في الاخر اخرى ان انت هنا لو كنت عامل اخفاء للشبكة او بتحاول تشبك على شبكة مخفية بتضغط عليها تدخل بيانات الشبكة وبعد كده هيعمل لك انضمام تلقائي للشبكة دي المخفية. تمام، طلب الانضمام إلى الشبكات إعلام تمام طلب الانضمام للشبكات. الفكرة منه فين؟ الفكرة منه لو الآيفون مثلا ما كانش متصل بشبكة واي فاي هل يبعت لك إشعار يقول لك إن أنت حواليك دلوقتي شبكات عايز تضغط على حاجة منهم ولا لأ ولا مش عايز الطلب ده يظهر لك. هي بيبقى فيها 3 اختيارات اللي هو بيبقى دائما، وعندك الإعلام إن هو يعرفك بس إن أنت حاليا ما حولكش شبكات أو أنت مش لاقط على أي شبكة تعتبر أنت عارفها، وإيقاف إن أنت لو مهما شاف شبكات حواليك حتى لو هو مش عارفها ما يظهر لكش حاجة. أخرى سارة
طلب الانضمام الى الشبكه سيتم الانضمام الى الشبكات المعروفه تلقائيا وفي حال زر التبع. تمام. وبعدها بيشرح لك طبعا الاعداد زي اغلب اعدادات النظام، بيبقى وفر لك الاعداد وتحته شرح بيعرفك الاعداد ده بتاع ايه. تحرير انضمام تلقائي الى نقطه للاتصال تلقائي. تمام. الانضمام التلقائي لنقطة الاتصال او اللي هي بيسموها الهوت سبوت دي، لو انت كنت لاقط على اكتر من شبكة اللي هي بتبقى هوت سبوت او بيبقى واي فاي مفتوح من جهاز تاني سواء ايفون او جهاز اندرويد، مثلا الايفون شاف الجهاز ده هل يلقط عليه بشكل تلقائي ولا لا؟ مثلا انت كنت مثلا حد فتح لك نقطة اتصال شخصية استخدمتها الوقت ومش عايز مثلا الايفون يفضل يلقط عليها، لا في شبكة تانية انت هتبقى لاقط عليها. فهي الفكرة هنا ان انت لو كنت حواليك شبكة كان حواليك شبكة هوت سبوت او نقطة اتصال وانت كنت لاقط عليها قبل كده، هل عايز الايفون يفضل يلقط عليها زيها زي اي شبكة واي فاي تكون حواليك شبكة واي فاي عادية ولا لا ما يلقطش عليها، ان هو بيعرضها لك بس وانت تلقط عليها يدويا من الاعدادات. فده الجانب اللي يخص الواي فاي. عندنا بعدها البلوتوث، يعتبر ما فيهوش حاجة كتيرة يعني، ان انت لو كان حواليك جهاز بلوتوث سماعة طابعة اي حاجة بتشتغل بلوتوث تقدر تلقط عليها من هنا، هيبقى بس مقسمها لك لجزئين. اجهزتي دي الاجهزة اللي انت تكون لقطت عليها قبل كده، دي كل الأجهزة. وهنا عندك الأجهزة الأخرى، دي الأجهزة اللي انت ما تكونش لقطت عليها قبل كده. طبعا انت لو وقفت على أي شبكة فيهم أو أي جهاز بلوتوث فيهم، نفس الشيء برضه مع أجهزة الواي فاي، وسحبت بالإجراءات هيقولك المزيد من الخيارات أو مور انفو، تقدر تعمل الجهاز ده إلغاء حفظ بحيث إن الأيفون لو شاف الجهاز ده ما يلقطش عليه بشكل تلقائي. فده الجانب البلوتوث. خلوي متوقف. عندنا بعد كده الخلوي او اللي هي البيانات الخلوية. البيانات الخلوية تقدر طبعا تفعل البيانات الخلوية بحيث ان انت تقدر تلقط على ال 4G او 3G او ال 5G لو كان جهازك بيدعمه، وطبعا الدولة بتاعتك بتدعمه، بحيث ان انت لو ما كانش عندك شبكة واي فاي تشبك عادي 4G وتستخدم الموضوع بدون اي مشاكل. خيارات البيانات الخلوية زري. خيارات البيانات الخلوية لو ضغطنا على الخيار ده الصوت والبيانات 4G. طبعا هنا بيقول لك الصوت والبيانات المكالمات وكمان البيانات اللي هي بتكون اللي انت بتفتحها عشان تبقى عندك نت يعني، فانت عايزه يستخدم هنا ال 4G ولا 3G ولا 2G وغيرها بقى من الحاجات اللي بتكون متوفرة عندك. لو ضغطنا عليها 4G. هنا 4G 3G. اقدر اخليه يشتغل تلقائيا على المكالمات والبيانات اللي هي تبقى 3G. يؤدي استعمال ال وطبعا لو المشغل بتاعي بيدعم ال 2G هقدر ان انا افعله. وعندنا اللي هي الفو ال تي اي او اللي هي الفويس اوفر ال تي اي، دي طبعا بتبقى خدمه بتبقى موفره من شركه الاتصالات نفسها، ان انت لو كان مثلا عندك الشبكه مش احسن حاجه او كنت مثلا بتستخدم النت وفي نفس الوقت بتستخدم المكالمة أو فتح مكالمة يعني وفتح نت في نفس الوقت ما يقطعش عليك المكالمة ويوفر لك جودة صوت تعتبر عالية يعني. هو طبعا بيشرح لك الإعداد بعدها على طول. تمام. الصوت والبيانات نمط البيانات المنخفضة متوقف. نمط البيانات المنخفضة اللي احنا شفناه في الواي فاي ان هو بيوفر لك استهلاك البيانات بحيث ان انت ما يحدث لكش تطبيقات بشكل افتراضي، ما يشغل لكش حاجات في الخلفية ممكن تسحب من البيانات بتاعتك. يقلل الحد من تتبع عنوان IP. تشغيل نفس الاعداد اللي احنا شفناها في الواي فاي تقريبا. الحد من تتبع عنوان وبس. ده اللي كل اللي عندنا في اختيار خيارات البيانات الخلويه اللي جوه خلوي. اعداد نقطه خيارات البيانات الخلويه زر. اعداد نقطه للاتصال الشخصيه هنا بيقول لك زري. اعداد نقطه الاتصال الشخصيه او لو كنت انت مشغلها قبل كده هيقول لك نقطه الاتصال الشخصيه، ان انت تقدر تحدد من هنا كلمه سر لنقطه الاتصال الشخصيه او الهوت سبوت، بحيث ان انت لما تحب تشارك مع حد نت من بياناتك الخاصه تدي له كلمه السر دي وهو يقدر يلقط عليها. هي تعتبر الجزء ده بصراحه يعني في الايفون مش افضل حاجه، لان بس انت كل اللي انت تقدر تعمله مثلا ان انت تغير كلمه السر مش اكتر من كده، ما تقدرش مثلا ان انت تحظر اجهزه او ان انت تعمل تقييد لاجهزه معينه تستخدم حد معين من البيانات وغيرها. وطبعا هي بتفصل بشكل تلقائي لو الاجهزه اللي شابكه فيها ما بتستخدمش النت لفترة طويلة أو مثلا لفترة ربع ساعة، بعدها بتفصل الأجهزة دي وبتقفل بشكل تلقائي.
تمام. يجب ايقاف البيانات الخلويه للتقييد عنوان. هنا بقى بيوفر لك حاجات ليها علاقه بالشركه الخاصه بشريحتك، سواء ان انت تعمل مكالمات واي فاي اللي بتبقى موجوده في بعض الشركات معينه، ان انت لو كان عندك مثلا واي فاي ما عندكش شبكه مثلا، تقدر ان انت تعمل مكالمتك عادي، تتصل باي رقم معين من عندك من الهاتف، يتصل بيه عن طريق الواي فاي وهيوصله كانها مكالمه فون عاديه او مكالمه شبكه عاديه. تمام. ده طبعا مش موجود في اغلب الشركات. تطبيقات اللي يهمنا من كل القائمه دي اخر اختيار خالص، البيانات الخلويه اضافه شريحه الكترونيه، اضافه شريحه الكترونيه. طبعا الموضوع ده مش موجود في مصر يعني، لكن الفكره منه ان انت لو عايز تضيف شريحه ثانويه تبقى عندك على الجهاز، كل عليك ان انت تضغط على اختيار اضافه شريحه الكترونيه، هتاخد الكود اللي بيديه لك شركه الاتصالات، تمسح الكود ده بالكاميرا بتاعت الايفون وهيضيف لك شريحه ثانيه. عادي جدا تقدر تستخدم الشريحه دي ان هي تكون للبيانات بتاعتك، او تبقى ال4 جي او 3 جي، او تبقى خط تاني عادي تقدر تعمل منه مكالمات. البيانات الخلويه عنوان البيانات الخلويه. عندنا بعد كده البيانات الخلويه عنوان، هنا بيوفر لك كل التطبيقات اللي بتستخدم عندك النت، وتقدر ان انت توقف عنها النت او تشغله. ده حاجه مش موجوده مثلا في قسم الواي فاي، موجوده بس حصرا على قسم ال4 جي. المده الحاليه 14.6، هنا بيقول لك المدة الحالية لإجمالي البيانات اللي أنت استهلكتها حوالي 14 جيجا. المدة الحالية للتشغيل 10.4 متر. ولو أنت كنت مسافر مثلا فبيحسب لك عدد البيانات اللي أنت استخدمتها في التجوال. نقطة اتصال شخصية 3.8 سري. وهنا يبدأ بقى يعرض لك كل التطبيقات اللي استهلكت عندك النت ده، أو اللي هي 14 جيجا، ويبدأ يقسمها لك من الأعلى للأقل. طبعا الجهاز أو التطبيق اللي أنت عايز توقفه هتقف عليه خدمات الاب ستور 1.8 مثلا، الاب ستور مستخلك حوالي 1.8 جيجا، اقدر ان انا مثلا اوقف عنه النت، بحيث ان انا لو فتحت بعد كده ال4 جي ففي الحاله دي مش هيستهلك من البيانات اللي انا اكون يعني فتحها في الوقت الحالي، عشان زي ما انتم شايفين هو مستهلك نسبه كبيره حوالي 2 جيجا تقريبا. ف في الوقت الثاني اللي انا شغال فيه ال4 جي ما يسحبش خالص من البيانات. 1.4 تشغيل، وهكذا يبدا بقى يرتبها لك من الاعلى استهلاكا للاقل استهلاكا، بعد كده هيرتبها لك ابجديا. 1.2 هقف على التطبيق، هضغط عليه ضغطتين توقف هيتوقف، فبالتالي لما انا افتح ال4 جي واجي افتح التطبيق ده هيقول لي ان التطبيق ده مش واصل له نت. تمام. تشغيل في اخر القائمه خالص، آخر إعادة تعيين 8 إعادة تعيين الإحصائيات زر اختيار اللي هو إعادة تعيين الإحصائيات، أو اللي هو إحنا شفناه في البداية خالص اللي هو ال 14 جيجا اللي هو حسبها. تمام. اللي هو بتقسم على التطبيقات، أقدر أنا هنا أعمل إعادة تعيين. ففي الحالة دي لما أعمل إعادة تعيين هيبدأ يعدي لي من الصفر، مش هيعدي لي من بعد ال 14 جيجا اللي أنا مستهلكهم، لا هيعدي لي بقى من الصفر ويبدأ يحسب من اول ميجا عادي، من اول ميجا بعد كده جيجا وغيره بقى من البيانات اللي انا هستهلكها، وتبقى متقسمه طبعا على التطبيقات. المده الاجماليه 3.6، المده الحاليه، مده الاتصالات، استخدام البيانات الخلويه لنقل المستندات، تشغيل. نفس الفكره برضو بيعرض لك التطبيقات منها الاي كلاود درايف لو عايز توقفه او تشغله. لو رجعنا خلوي متوقف هتلاقي عندك الفي بي ان، الفي بي ان او الفيرتشوال برايفت نتورك، الفكره منها ان انت لو كنت محمل تطبيق مثلا يفك لك الحجب عن مواقع معينه، او يشيل الحجب بعض المواقع، او بيغير موقعك عشان يفتح لك مميزات معينه او عروض معينه، تقدر منها تدير التطبيقات اللي انت بتكون محملها. طبعا انت لو مش محمل تطبيقات فهيكون الاختيار عندك عادي ظاهر، لكن لما تضغط عليه مش هيفتح لك حاجه. تمام. تكوينات الفي بي ان، هيبدا يعرض لي بقى تطبيقات الفي بي ان اللي انا محملها. الحاله غير متصل، هنا بيقول ان انت مش متصل باي تطبيق. تمام. هيبدا يعرض لك بقى التطبيقات ويرتبها لك بقى. كمل الاختيار. طبعا التطبيق اللي انت عايزه هتضغط هتحدد عليه من ضمن التطبيقات اللي انت بتكون منزلها، هيقول لك تم الاختيار، وفي الوقت اللي انت عايز تعمل فيه اتصال تضغط هنا على الحاله، هيبدا ان هو تم الاتصال، يقول لك ان هو بقى تم الاتصال وتطبيق الفي بي ان ده اشتغل بشكل مباشر. الاشعارات عندنا بعد كده خلص قسم شكرا الاتصالات. شكرا يوسف. ايوه
تمام. احنا كده وصلنا عند نقطة الإشعارات وخلاص، يعني خلصنا القسم بتاع الاتصالات. الاتصالات، تمام. اللي باقي كبير، واحنا الساعة دلوقتي داخلة على 10 الا ربع ولا حاجة. فإن شاء الله في المحاضرة اللي جاية هنكمل، تمام، وزي النهاردة كده، بس يا رب يكون النت المرة الجاية بإذن الله هيبقى كويس ونكمل مع بعض. واللي عنده سؤال دلوقتي يتفضل، بحيث ان احنا تكون دي آخر مجموعة أسئلة، وبعدها ان شاء الله ننهي، وفي المحاضرة الجاية هنقول لكم باي باي، ونقول لكم على كل تفاصيل الامتحان هيكون ازاي بعد التنسيق مع الإخوة في أسس كفيف. العفو، سؤال بسيط على الزوم. شلون ألغي هاي السبيكر أوف وسبيكر أون؟ يعني أخليها بس أون ليه؟ بالزوم، يصير بالسماعة الداخلية بس أخلي إيدي يعني قريبة على الموبايل. هو في عندك حاجة اسمها سبيكر اون على طول، هو بتحطيها خلاص دي. لا، هو اون بس يعني اوجهه الي، لو يعني هيك يصير يم ايدي راح يصير بالسماعة الداخلية، يعني يصير بس اخليها اون يعني بدون ما يصير اوف واون من وحده. انت فهمت يا يوسف؟ انا مش قادر بصراحة افهم. الفكرة إن هي لما تيجي تبقى فاتحة السبيكر، لكن لما تيجي تقرب الآيفون مثلا أو يبقى قدام عنصر معين بيتحول من السبيكر للسماعة الداخلية. اعتقد دي خاصه باللي هي من جوه الفويس اوفر نفسها، ان هو الصوت ما ينتقلش مباشره للسماعه الداخليه، اعتقد كده. يعني مش عارف هل ليها اعداد معين ولا حاجه، ممكن نبقى ندور في الزوم هل نفسه الأداة او بتاع اللي هو السماعة التلقائية في المكالمة؟ ممكن يا محمود فعلا. هلا معلش أحكي أنا هلا اتفضل. يعني تمام. هلا اللي أنا بعمله عادة، هي بتقصد الأستاذة إنه عشان لما يقرب على وجهها الموبايل فبيدخل الصوت بقلب يعني بقلب السماعة، فهي تمام بده يضل تمام سبيكر أون عشان الكل يسمع. هلا اللي أنا بعمله من الآب سويتشر، لما بيكون الزوم على شكل مكالمة، تمام؟ فأنا بكون مثلا ضاغطة على السبيكر، فلما أدخل على الزوم فبيضلوا على السبيكر أون. بس إنه فهمت علي كيف يا أستاذ أحمد؟ يعني من الأب سويتشر يعني هو وكأنه بكون على تخرج شكل من الزوم وتضغط على السبيكر اللي هي بتكون أيوة في اللي هو المكالمة من فوق. أيوة بتكون على شكل، لما تكون الزوم على شكل مكالمة تضغط على السبيكر وبفا يعني إن شاء الله إنه يضل السبيكر أون حتى لو قربت وجهها ما بيدخل الصوت للقلب السمع. تمام. اللي هي اللي بيبقى فيه أستاذة رؤى، تمام، بيبقى فيه فوق خالص حاجة اسمها أو بيبقى فيه كنترولز أو تحكمات للمكالمة، بتبقى بيسميها حتى صورة داخل صورة، تمام. دي بتقدري منها إن أنت تعملي السبيكر أون أو أوف. هناك لو خليتيها أون زي ما الدكتورة تفضلت وقالت، خلاص هو مباشرة هيكون أون، مش هيتلغي على طول، مش هيدخل في السماعة الداخلية. يعني هي طيب موجودة بالإعدادات بالسيتنجز لا، في يعني فوق خالص، وانت اخرجي فاتحة بره. الجهاز؟ وانت فاتحه الجهاز خالص، اخرجي بقى من التطبيق مثلا، تمام، وهتلاقيها فوق في شريط الحالة. أشكركم جزيل الشكر. يعني طيب أستاذ أحمد، هلأ أنا عندي سؤال بالنسبة بعد الشر، بعد الشر يعني الليجاسي كونتاكت بعد عمر طويل لما حدا يعني يتوفى. هلأ بالليجاسي كونتاكت أنت كم واحد بتقدر تضيف؟ هو اللي انا اعرفه مثلا ما بين 2 او 3، مش عارف هل هو اكتر او اقل، بس بيتهيألي هما 2 او 3. طيب هلأ كيف آلية، يعني هو مثلا لما الشخص يعني يتوفى الفكرة بتكون ان هو بيتواصل مع ابل ويقول لهم بيانات الجهاز، وبيقول لهم بيانات الابل اي دي، وان هو عنده، وبيرفع لهم الوثائق اللي بتثبت هذا كلامه، الثقة. وكلام من ده كتير يعني. يعني بيمشي بشوية بروسيس كده،
بس مع هلا الشركة لازم يعني. يكون، لازم يكون مثلا معي انا ومع مثلا حد مع الطرف اللي اللي هو اه الليجاسي. مع الطرف الثاني. اه لا انا بقصد انه لازم يكون معنا الايفون، يعني ما بينفع مثلا واحد معه ايفون مع واحد معه اندرويد، صح؟ لا لا لا. ما بينفع. السلام عليكم، لو سمحت وعليكم استاذ، السلام. الفي بي ان هو نفسه هذا اللي بيقولوا عليه جيل بريك؟ لا 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 لا. كويس. الفي بي ان ده سؤال حلو. الفي بي ان ده بيسموه شبكة وهمية، خلينا نفترض نسميها كده يعني كاصطلاح، يعني نتفق ان هي كده يعني كمبدئيا. بمعنى ايه؟ ان الفي بي ان ده بيخليني كأني عايش في أمريكا مش في مصر، أو مش أو عايش في أستراليا مش في مصر، كأن التليفون بتاعي ده موجود في السعودية مش في مصر، وهكذا. بحيث إن أنا لو يعني عندي مثلا تخفي. أه يا فندم، لا بس مش تخفي بمعنى تخفي، بمعنى إن أنا مثلا في خدمات معينة محجوبة في بلدي، أو مواقع معينة محجوبة في بلدي، فأنا من خلال تطبيقات الفي بي إن هي من ضمنها حماية لبياناتي، إن هو بيخفي أنا موجود فين، ومنها إن هو بيفك لي الحظر عن بعض التطبيقات اللي بتقفلها عليا مثلا الحكومات و و و طب هو مؤذي يعني. للتليفون، وجوده لا بالتليفون؟ لا 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 لا، هو مش مؤذي، بس حضرتك تكوني تستخدمي في بي ان موثوق، أو يعني يكون معروف ان هو مشهود له ان هو يعني صادق، يعني ما يعني بيسرقش مثل حط بيانات الأستاذ او يوسف، سمعت بيقول 1111 هذا هو. ده من ضمنهم حاجات كويسه. طب والجيل بريك باختصار شو هو؟ والله الجيل بريك ده باختصار ان هو يكسر حمايه الايفون، هو يعني مثلا انا الايفون باختصار خاص ما بقدرش انزل اي تطبيق الا من الاب ستور، خلاص. انما ده بقى بيديني امكانيه ان انا انزل تطبيقات من متاجر تانية زي سيديا، زي متاجر تانية كتير مش حاضره في ذهني دلوقتي، ولكن هي وظيفتها ان هو يكسر حمايه الايفون اولا علشان يقدر ينزل تطبيقات ويعدل على وفر لي شكل مميزات الايفون كعدل شكل الايفون. ويزيد مميزات. الله ينور عليك. شكرا. طيب أسئلة تاني؟ انا عندي سؤال، معلش. دلوقتي احنا يعني حضرتك قلت ان الجيل بريك بيكسر حماية الموبايل، هل اللي بيعمل الخاصية دي ما يكونش عنده إمكانية تحديث بعد كده في الاي او اس؟ لا عادي، بيحدث عادي وما فيش مشكلة، بس بس هو بشرط ان هو لازم يشيله طبعا. في ايوه شرط ان هو يشيل الجيل بريك. تمام. يعني هو الجيل بريك هو برنامج بينحط وبينشال أستاذ؟ ممكن نقول كده يعني يعني انا بس مش عاوز اخش في تفاصيل تقنية يعني دقيقة، ولكن اعتبريها كده، اعتبريها اعتبار يعني. الشباب اللي كان بيستعمل زمان أجهزة السيمبيان بتاعت الموبايل سبيك والتوكس ومش عارف ايه والكلام ده كله، لو تفتكروا احنا كنا زمان بنعمل كسر حماية علشان اقدر انزل التوكس المكسور والموبايل سبيك المكسور ومش عارف ايه والحاجات دي، تمام. ف لما كنت بكسر حماية كان بيديني الإمكانية بقى إن أنا أنزل أي تطبيق بقى فيه مش يعني من مش موثوق. فالجيل بريك يعتبر نفس الفكرة. ولو تفتكروا لما كنت بفرمت النوكيا ده، خلاص لما أعمل له فورمات خلاص كسر الحماية ده بيطير، هي نفس برضو الفكرة. أو لو أنت شلت الجيل بريك كأنك فرمت التليفون، خلاص الجيل بريك بتاعك طار. يعني زي كأنه بينزل لنا يعني أي إشي محجوب، أو يعني يكون يعني مسروق. لا 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 مش مسروق، لا لا، هي بتبقى تطبيقات زي التطبيقات الحقيقية، بس ان هي تطبيقات معدلة، تطبيقات مثلا بفلوس، تبقى مثلا فهمت. مرفوع منها نسخ معينة. بس يعني حاجات، لا لا بس ما فيهاش، لا ما فيهاش كلام من السرقة او لا لا. هم عندهم أخلاق برضه.
هو باختصار يعني الجيل بريك هو فك حماية للآيفون، بفك حماية زي الكراك لما مثلا بناخذ كراك عشان هو أنا هذا بقول زي الكراك تمام، هو بفك حماية للآيفون وبيعطينا إعدادات زيادة. مثلا هلا الواتساب الحالي مثلا عم بيعطينا إمكانيات كانت موجودة زمان بالجيل بريك، مثل مثلا ديليت، زي ديليت مسج فور ايفري ون. بالجيل بريك كان بالضبط، بالجيل بريك كان أي واحد يقدر يمسح المسج بأي طريقة. وفي كمان مثلا من إمكانيات، من ضمن الإمكانيات طبعا هو إمكانياته كتير كبيرة أستاذ أحمد، يعني هو خيارات يعني. عالم واسع. ولكن مثلا هلا بالواتساب مثلا بإمكانه مثلا لو أنت حذفتي رسالة من الكل، لو أنت عندك جيل بريك، لو هو حذف الرسالة من عندك بإمكانك تقري الرسالة، يعني وكأنها أنا لو كانوا كنت يحكوا حذف. لي اللي معه آيفون، ما بعرف أنا لأني ما عمري استخدمه، كانوا يقولوا لي مثلا على الواتساب بتحدثي رسالة لدى الجميع، إحنا نقدر نقرأها عادي. بس هل دي أستاذ أحمد رح علشان ينصح فيها؟ سوري سوري يا دكتورة، دي علشان هم عندهم واتسابات، أو يعني بيستخدموا واتسابات معدلة، يعني ما ده هيش حبيبي الواتسابات الرسمية. بس أنت هل بتنصح بالجيل بريك؟ لا طبعا، لا لا لا، طب ليش بدور يعني؟ مش أي يعني حد يفهم له. مش أي حد يفهم له زي ما يوسف تفضل وقال، ولكن انا عندي وجهة نظر انا شخصيا، يعني دايما بقولها، يعني ابل قالت لك يا احمد خد الجهاز اهوت، وانا عامله لك فيه نظام حماية جميل ومعقد، و تيجي انت ببساطة كده تقول له لا 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 لا، شيل الحاجات الوحشة دي، مش منطق. يعني هي مش منطق، ولكن في ناس يقول لك لا، ايه المشكلة، انا عاوز اعدل على جهازي، اكون انا المتمكن او متحكم في الجهاز بكل تفاصيله. يعني هي بتكون وجهات نظر انه بدهم يعني خصائص جديده، اشياء مميزه، لانه زيادة. الابل شوي جامد. طب بس معلش سؤال ثاني، يعني ما كنتش معكم، الناس بضل يفصل، سمعتكم تحكوا عن امتحان ومش عارفه شو اخر محاضره المحاضرة الجاية إن شاء الله آخر محاضرة، عن جد؟ وهنشوف إن شاء الله، وإن شاء الله ممكن نشوف آلية الامتحان إزاي مع الشباب مع بوصلة كفيف يعني. أستاذ يوسف بدنا حصة درس خاص مثل ما بيعملوا طلاب الرياضيات. هلا بدنا نعمل ريفيو إن أو شاء واحد الله. من أي محاضرة. أنا ما أخذت دورة الويندوز مع أحمد المصري، كثير كانت حلوة، بس المشكلة إنه المادة كانت زخمة كثير، مو زي هيك زخمة كثير كثير يعني، كثير يعني بالبداية في ناس خبص وأنا كان ما كنت قادرة أدرس، بس بعدين بعد ما درست جبت 90%. خير إن شاء الله، بإذن الله هنلاقي الموضوع سهل ومفهوش يعني حاجات يعني تكون فيها صعوبة على الناس بإذن الله. إن شاء الله، لأنه أنا كمان سوري أنا اعتذرت المحاضرة الماضية كان عندي ظرف، والمحاضرة برضو اللي قبليها فتت والنت فصل. خير، إحنا هنرفع المحاضرات إن شاء الله تباعا، وحضرتك تسمعيها، وإحنا دلوقتي وصلنا للمحاضرة الرابعة مرفوعة، تمام؟ والمحاضرات بعد كده إن شاء الله يعني كلها تكون موجودة تباعا بإذن الله، قبل الامتحان تكون خلصانة كلها إن شاء الله. يا لا أستاذ أنا ما أحمد، قلت يعني يعني حضور، إنه أنا كنت سوري. أحضر يعني بس مرتين، لا أنا اللي سوري، بس إنه أنا لا ولا مش يهمك، اتفضلي اتفضلي يا أستاذة. خلونا الأسئلة يعني سهلة، مثل خيار من متعدد وصح وخطأ. حاضر ها؟ حاضر حاضر، أصعب أسئلة هتكون لحضرتك. حاضر حاضر. طيب يا فندم، لو في أي أسئلة داخل المنهج تمام. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، تمام خلاص إن شاء الله. المحاضرة اللي جاية هتكون بإذن الله آخر محاضرة، ممكن نطول فيها شوية، فاصبروا معانا تمام، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من محاضرة النهاردة، وبإذن الله المرة اللي جاية يعني إيه هنعرفكم كل التفاصيل، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة يعني ايه تستفيدوا منها. شكرا جدا لحضرتك يا أستاذ أحمد، وشكرا جدا لأستاذ يوسف، شكرا لحضراتكم جميعا، وكلكم بخير رب، وإن شاء الله السنة دي الجديدة يعني سنة سعيدة علينا جميعا وبخير يا رب، وبتوفيق ونجاح يا رب إن شاء الله. المحاضرة الجاية هتكون الأخيرة بإذن الله معاكم،
ولو في اي حاجه احنا تحت امر حضراتكم يعني، وانا بعت لكم الفورم مره تانية لو في حد لسه ما سجلش. تمام كده، في اي اسئله تانية يا شباب ولا ننهي؟ لا تمام كده، ستوب ريكورد، وشكرا ليكي جدا استاذه ابتسام. شكرا لحضرتك. تفضل، السلام عليكم.